لا يمكن ذكر اسم مدينة حائل من دون الحديث عن حي لبدة. عاشت شخصيات بارزة في هذا الحي، منهم إرشاد بليلة مفوض الملك عبد العزيز في دمشق، والأديب الراحل فهد العريفي رئيس مؤسسة اليمامة الصحافية. كما تميزت لبدة بازدهار الحركة العلمية قبل أكثر من قرن. هذا المسجد يعاد بناؤه حاليا، ولا يزال المنارة الأهم لطلاب العلم في حائل. مسجد الشيخ بحي لبدة هو من أعرق المساجد قديما في منطقة حائل. أكثر من يسكن هذا الحي حاليا هي العمالة الوافدة، وعبد الكريم العبيدة هو أحد قلة بقيت فيه بعد أن هجره سكانه القدامى إلى الأحياء الجديدة. من الضيق ومن الورثة، يعني مثل جده ولا أبو جده وراه 50 40 30 من يصير له هالبيت، يعني وتوزع وصارت بيوت مهجورة. أنا يعني من ضمن العوائل اللي الله سبحانه وتعالى رزقن تسلسل بيتنا وحيرنا، وهذا من جد أبوي إلى جدي إلى أبوي لين وصلنا أنا. تقع لبدة في الجزء الشرقي من مدينة حائل بالقرب من جبل السمرة، ويحدها من الجهة الشمالية طريق الملك فيصل أو ما يسمى قديما بشارع درهم، الذي يفصل بين حيي لبدة ومغيضة أهم أحياء حائل في الزمن الماضي. سلمى الراجح، العربية، حائل.